أما الآن مشاهدينا الأعزاء فنبقى مع هذا التقرير حول أعمال مراحل عصير القصب وإنتاج السكر بقطاع جرجة في سوهاج للزميل خالد المشنب. يعتبر مصنع السكر بمدينة جرجة بمحافظة سوهاج من المصانع العامة والمنتجة داخل المحافظة خاصة وعلى مستوى محافظات الصعيد عامة، وله دور كبير في تقدير صناعة السكر على مستوى الجمهورية، فهو يعتبر من أقدم المصانع التي تم إنشاؤها عام 1990 في مدينة جرجة، حيث يقع على مساحة 155 فردا ويعمل بداخله 780 عاملا بصفة دائمة، وهو مبنى على مساحة 155 فدان، منهم 100 فدان للمصنع و55 فدان بمدينة سكنية تابعة للمصنع، وتم افتتاحه في عام 1990. وأوضح الكيميائي إسماعيل فؤاد حسين رئيس قطاعات مصانع السكر والتكرير أنه يبدأ موسم عصر القصب داخل المصنع في نهاية شهر يناير من كل عام ويستمر حتى شهر إبريل، وذلك لإنتاج السكر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لعصير القصب يوميا 7000 طن في اليوم، حيث يتم توريد طن القصب حاليا ب 1100 جنيه للمصنع. مصنع سكر جرجة يعتبر من قلعة من قلاع صناعة السكر في صعيد مصر، وهو إحدى مصانع شركة السكر الصناعات التكاملية، وهي تعتبر قلعة الصناعة في الشرق الأوسط. ومصنع سكر جرجة يختلف عن جميع مصانع الشركة، حيث أنه يقوم بإنتاج سكر القصب وأيضا إنتاج السكر من السكر الخام موسم تكرير، حيث يتم استيراد السكر من دول زي البرازيل وكوبا، أكبر منتجين للسكر في العالم، نقوم بتكرير السكر وإنتاج، وذلك لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. طبعا احنا مرينا بأكثر القصب، محصول القصب مر بأكثر من مرحلة من مراحل العمليات الصناعية، من عملية العصر ثم عملية المعالجة الكيميائية والحرارية التي تعرفنا عليها، حتى نصل إلى أكبر قدر ممكن من جودة للسكر المنتج. وحاليا المرحلة النهائية لإنتاج السكر، وهو عملية التجفيف، حيث أن السكر منتج بنسبة عالية مرطوبة، نزع الرطوبة منه والتعبئة في عبوات 50 كيلو، إما للاستهلاك المباشر أو لعملية التخزين لحين تسليم السكر للموردين. طبعا بداية مرحلة التجهيز لعملية العصر، وهي مرحلة التفريغ الميكانيكي، وهي عملية تقطيع مرور القصب إلى مرحلتين من القاطعات لبداية تجهيز تمهيدا لعملية العصير في العصارات، وهي مرحلة مكونة من 6 عصارات، ويتم إضافة مياه مكثفة للمصاص لعملية استخلاص أكبر قدر ممكن من السكر من المصاص النهائي الذي يتم توجيهه إلى المراجل البخارية لتوليد البخار الذي يستخدم في العمليات الصناعية. والمرحلة الثانية هي عملية المعالجة الكيميائية والحرارية للعصير في مقدمة المصنع، ثم الوصول إلى مرحلة التركيز في المبخرات حتى يتم تركيز العصير ويتم تحويله من جوس إلى سيرب، وبعد عملية نزع وتركيز العصير يتم وصوله إلى المرحلة الثالثة، وهي عملية مرحلة البلورة، وهي إنتاج بلورة السكر، ثم مرورا إلى مرحلة النافضات، وهي عملية فصل بلورة السكر عن الرحيق، ثم وصول السكر المنتج النهائي إلى عملية التجفيف قبل عملية تسليم السكر إلى المخازن. تابعنا معكم موسم عصير القصب ومراحل إنتاج السكر بجرجة. سهر متصل، وتحياتي خالد مشنب، طيبة.